أهلا بكم من جديد. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الصافرية هذا اليوم عددا من رجالات محافظة المحرق الذين تشرفوا بالسلام على جلالته، معربين عن بالغ اعتزازهم بلقاء جلالته وخالص شكرهم وامتنانهم على ما تحظى به محافظة المحرق وأهلها الكرام من رعاية واهتمام من جلالة الملك المفدى، مشيدين بحرص جلالته على تعزيز أواصر التواصل مع كافة أبناء البحرين. وقد رحب صاحب الجلالة بالحضور وأكد جلالته أن مدينة المحرق عرفت على مدى تاريخ البحرين بعراقتها وأصالة أهلها وعطائهم المتواصل ووطنيتهم العالية، معربا عن اعتزازه بدور الرجالات وأبناء المحرق في بناء تاريخ ونهضة البحرين الحديثة وإسهاماتهم المشهود لها في خدمة الوطن في كافة الميادين التعليمية والثقافية والعلمية والاجتماعية والتجارية. وقد بارك جلالة الملك المفدى حفظه الله البدء في إعادة بناء فرجان المحرق القديمة، كما أشاد جلالة الملك المفدى بالعطاء المتواصل لأهل البحرين وتفانيهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم وحماية مكتسباتهم والحفاظ على قيم التسامح والتعايش ونسيج الأسرة الواحدة الذي تميزت به البحرين عبر التاريخ، مؤكدا أن المملكة ستبقى قوية بوحدتها الوطنية وشامخة بإرثها الحضاري وتواصل مد جسور المحبة والتعاون مع كافة دول العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو المعالي الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي لقد علمتنا الحياة أن نوله على من نحب، ولكن الوفاء علمنا أن لا ننسى من نحب، لأننا نعلم تماما انشغالتكم وحفظكم الله في خدمة البلاد والعباد، وهي المنزلة الرفيعة جدا لولاة الأمر وصناع الحياة، لأنكم حفظكم الله تعلمون وتدركون أن أحب الناس إلى الله أنفعهم لخلقه. وإليكم يا سيدي هذه الكلمات التي صنفت بأنها أقلى ما يقدمه الإنسان لربه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت أقواما من أمتي على منابر من نور يمرون على الصراط وهو طريق الجنة كالبرق الخاطف، نورهم تشخص منه الأبصار، لا هم بالأنبياء ولا هم بالصديقين ولا هم بالشهداء، أنهم أقواما تقضى على أيديهم حوائج الناس. فما بالكم يا سيدي أن شعبا بأكمله تقضون حوائجه. الله يطول في أعماركم وخليكم. سيدي أنا وسعادة المحافظ وإخواني بعضا من رموز المحرق أبناء الطواشين الذين ساهموا مع حكامنا من آل خليفة الكرام في بناء مملكتنا الحبيبة وحافظوا على كرامتها وعزتها، جئنا جميعا لنبارك لجلالتكم وأنتم بعد الله سبحانه وتعالى صانع هذه النهضة
ومهندسها القدير، صاحب الفكر النير والقلب الكبير. وتهنئة خاصة لجلالتكم على ابن البحرين البار الذي تعدى قضية أنه بطل. البطل في حكم العلم الأكاديمي أنه ينجز بطوله، إنما التكامل في إنسان وبطل، هذه الإنسان لابد يا سيدي أن تستثمره البحرين. سمو الشيخ ناصر متكامل في بطولاته، في عطائه، في احترامه، في ولائه. هذه منظومة عمل خير، لابد أن نعلم الأجيال أن يحتدوا به. جئنا سيدي لنبارك هذه البشائر وكل هذه الإنجازات التي عمت البلاد والعباد، والتي بإذن الله تعود بالخير والعزة للبحرين. شكرا حفظكم الله على قبول هذه الهدية المتواضعة لكل هذه المناسبات والتي تشكل منظومة الخير من خلال يوم لأم المدن، والتي نتشرف دائما بهذا الاسم الكبير من جلالتكم. رموز من رجالات المحرق أبناء الطواشين، بوم أو بانوش مثل ما يحلو لكم، فيه إرث من تاريخ البحرين ونواخذه نتشرف بهم. طول العمر تسمح لي أتوج هاليوم الطيب بهدية كبيرة من جلالتكم للمحرق، إعادة فرجان محرق. وصلنا إلى مرحلة التنفيذ الآن بعد توجيهاتكم ومتابعاتكم، وشكري وتقديري لمعالي وزير الديوان. الآن فقط ننتظر إشارة من جلالتكم حتى تجتمع الوزارات المعنية للبدء في هذه المشروع اللي يعتبر أمني اجتماعي وطني لا مثيل له. على بركة الله توكلوا. الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. بارك الله في جلالتكم سيدي، وأبغاكم عزا وذخرا لهذه البلد الحبيب وأهلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد تشرف سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الشباب والرياضة والحضور بتقديم هدية إلى جلالة الملك المفدى، وهي عبارة عن بوم غواص، والذي يعتبر من السفن البحرينية التقليدية التي كانت تستخدم في الغوص واستخراج اللؤلؤ البحريني، حيث استغرق العمل فيه سنة كاملة، واستخدم في صناعته خشب الصاج، وقام بصناعته مواطنون بحرينيون من عائلة خلفان من محافظة المحرق، وهما عبد العزيز شاهين وجمال شاهين، اللذين سبق لهما الفوز بالمراكز الأولى في مسابقات خليجية. وقد أعرب صاحب الجلالة حفظه الله عن شكره وتقديره على هذه الهدية القيمة التي تعكس حفاظ أهل البحرين على الموروث الشعبي والمهن العريقة والحرص على إحياء تراث الآباء والأجداد. وأكد جلالته دعمه وتشجيعه لكل الجهود الخيرة التي تحرص على تعريف الأجيال الجديدة بعطاء آبائهم وأجدادهم وتضحياتهم في سبيل توفير العيش الكريم من خلال المهن والحرف التي مارسوها، خاصة مهنة الغوص وصيد اللؤلؤ التي اشتهرت بها البحرين على مر العصور. عقب ذلك أدت فرقة إسماعيل بودواس مجموعة من الفنون البحرية التقليدية التي تميزت واشتهرت بها البحرين ضمن تراثها وموروثها الشعبي الأصيل.
Thank you.
ذلك اطلع جلالة الملك المفدى على البوم الغواص واستمع إلى شرح قدمه النوخذ جمال شاهين حول مراحل صناعته ومراحل البناء والمواد التي استخدمت في بناء هذا البوم. وقد أعرب جلالته حفظه الله عن تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد.